أشعر بالملل. إلهي ماذا أفعل؟ سأذهب لي أنا ما أنسى فعل شخصي. مرحبا. مرحبا ستيسي. هل كنت ألعب معك؟ نعم. لكن ماذا سوف نلعب؟ تزحلق إذن. حسنا. ويييي تشيلسي أين باربي؟ سوف نقول لها أننا ملانين. بالتأكيد لديها فكرة. نعم أعرف باربي لديها أفكار كلها. إذن هيا تعالي نبحث عنها. يس ووهو باربي ما بك يا باربي؟ لقد توظفت. مبروك. توقع أين؟ أين؟ في مركز مالبو الصيفي. ياي واو هل كان نذهب معك؟ نعم بالتأكيد يمكنكم الاشتراك. الاشتراك من عمر 6 إلى 14 لذا يمكنك أنت وتشيلسي وسكيبر بأن تأتون وأنا سوف أكون مدربة الجمباز. ياي أيضا أسألوا سكيبر إذا كانت تريد التسجيل معكم. حسنا. لا شيء أفضل من الاسم. سكيبر سكيبر ماذا تريدين؟ تنادين قضية. هل تريدين تشتركي في نادي؟ نادي ماذا؟ النادي الصيفي في مالبو. حقا؟ أو نعم أريد. وأيضا باربي ستكون مدربة الجمباز. حقا؟ لماذا لم تخبرني؟ دعنا نذهب إليها. باربي لماذا لم تخبريني أنك مدربة الجمباز الآن؟ نسيت أن أخبرك. تعالي يا سكيبر هل تريدين التسجيل؟ نعم بالتأكيد أريد أن أسجل. مسلسل. مرحبا ماذا تفعلون؟ سنسجل في نادي صيفي في مالبو. حقا هذا حقا رائع. والآن سوف أصنع لكم العشاء. لماذا أين جابي؟ إنها لقد سافرت في إجازة لمدة أسبوعين لكي ترى عائلتها. والآن ماذا تريدون للعشاء؟ بيتزا. حسنا سأصنع لكم البيتزا. هل قال أحدكم بيتزا؟ نعم. أوبس آسفة باربي. أنا بخير. تشيلسي وستيسي هل يمكنكم أن تصبون العصير في الأكواب؟ أنيقة سأصبه بطريقة محترمة. هل هي جاهزة؟ نعم. واو لقد انتفخت البيتزا. واو كم تبدو شهية. يا إلهي أريد قطعة. سوف أكلها وأنا أشاهد المسلسل. أنا لا أريد هذا العصير أيضا. أنا لا أشتهي العشاء الآن سوف أكله لاحقا. حذر باربي. كم كان العشاء لذيذ. أشرب هذا العصير. نسيت العصير. منعش. توقع ماذا يا كان؟ ماذا؟ لقد توظفت. مبروك ولكن ماذا أين قد توظفتي؟ إنه برنامج مالبو الصيفي. جيد لكي تقضين وقت الفراغ بشيء مفيد. كان العشاء حقا لذيذ. ماذا نشاهد المسلسل مع سكيبر؟ حسنا. بخير. عشق. ماذا؟ لا تعرف انه مفيد يا باربي. نعم ممكن توقف. اكل عشب. باربي اريد اكل عشب بالكامل هل امكنني؟ لا توقف عن هذا. انني امزح. مسلسل؟ اريد فشار. بالتو لقد اكلنا العشاء يا سكيبر. نعم لكنني اريده. اذا اجلبيه لنفسك. ما يجب علي أن أفعل كل شيء بنفسي في هذا البيت؟ نعم بوب كورن. سكيبر هل يمكنك أن تعطيني قليل من البوب كورن؟ قل لباربي بأن تصنعه لك. هيا فلينام الجميع. يجب علينا أن ننام مبكرا لكي نستيقظ مبكرا لأن غدا هو أول يوم في المركز. وقت النوم؟ وما هذا الآن؟ حالي يا باربي. حقا؟ أنا أيضا أريد. لا تريدين؟ للأسف لقد نفذ. حقا لا مشكلة إنه وقت النوم. هيا فلينام الجميع. ما بهم كي وسكبان. لا أعرف كانوا
لقد ناموا على الأرض. لا مشكلة، ليس بنا ننام نحن في الغرفة. هي سكيور ليست موجودة، سننام في الأعلى. هيا ناموا. حسن تصبحين على خير يا باربي. تصبحين على خير. وفي الصباح التالي من الذي وضع المنبه؟ اليوم أول يوم في اليوم في النادي الصيفي. باربي استيقظي، اليوم أول يوم للنادي الصيفي. نعم لقد نسيت. أوتش. هيا فلنرتب السرائر. انظروا أنا جاهزة للعمل، إنني أرصدي ملابس الجنباء. وأبي لكي يضع هذه الملابس في المغسلة. وأنا سوف أصنع الفطور. لقد احترق البيض. لا مشكلة، أنا من سوف يصنع الفطور. أنا سأغسل السحور. شكرا تشارلز. لقد صنعت الفطور خفيفا وسريعا لأنه ليس هناك وقت. لماذا علي تنظيف الحمام؟ هذا مقزز. أمسح الغبار. كيف أنت الوحيد الذي لم تفعل شيء؟ حاولت أن أطبخ لكني لم أستطيع. ليس هناك وقت، هيا كلوا بسرعة. أنا يجب علي أن أذهب قبلكم لأنني أعمل هناك، أما أنتم خذوا الحافلة. حسنا ولك، أنا سأسوق لك يا بابا. مع السلامة. مع السلامة. دعونا نجلس هنا لكي ننتظر الحافلة. يلا إنني أسمع الحافلة. يلا سرعة، سير سير. هيا يلا سرعة، أدخل. ماذا بك أنت؟ بعدين سوي تأخير، يلا سرعة. كلير، ستيفاني، مرحبا. أتشاهيني بنغاليني. مرحبا. يلا سرعة، روح. أتشاهيني بنغاليني. في وصول، يلا انزل. يلا باي. هيا سأسجل خواتي لهذا المركز. حسنا يمكنك، ولكن أولا يمكنك أن تعطيني الجواز. حسنا سأعطيك إياه. هذه هي البطاقة. مرحبا. ماذا أسميكن يا بنات لكي أدخلها في بيانات الجهاز؟ سكيبر. وأنا ستيسي. وأنا تشيلسي. سكيبر وستيسي وتشيلسي. نعم أسميكم هنا، يمكنكم الدخول. أول حصة لديكم هي حصة الرسم، سوف أعطيكم الجدول. هل يمكنك أن تعطيهم جولة في المركز أولا؟ نعم بالتأكيد، اتبعوني. هذا صف الرسم. أعلق هذه. كلير وستيفاني، هاي. وهذا هو نادي كرة القدم. هذا مناسب لك يا تشيلسي. وهذا نادي الجمباز. مرحبا أخواتي. أخواتك؟ نعم. رائع. وهذا نادي الفروسية. واو. هذا نادي الغناء أم الموسيقى يعني؟ ها لك يا سكيبر. نعم. وهذا نادي الطبخ. أنا جاهزة. هذا نادي الحيوانات، أو يعني أن تصبحين بيطرية. واو. أول حصة لديكم هي الفنون، يمكنكم الذهاب إلى الصف الآن. انظري إنها المديرة. نعم. مرحبا، كيف الحال هنا؟ كل شيء على ما يرام. ممتاز. جارتنا لينزي. مرحبا تشيلسي. مرحبا. كلير علقت الرسمة؟ نعم. ستيفاني ما ترسمين؟ إنني أرسم بنت. لنرى ماذا سوف أرسم. وجه مبتسم. انظري رسمة هذه الفتاة. كم هي مضحكة. لا عليك يا تشيلسي، إنها حقا جميلة. انظري إنها مثل شخصيتك. نعم. فرحت مشاعر الطفلة، لماذا فعلت هذا؟ وأنت ما شأنك؟ لا عليك يا تشيلسي، إنها حقا جميلة. نعم ولكنها ليست جيدة بما فيه الكفاية. انظري إلى رسماتك أنت وكلير، لأننا نرسم منذ فترة الآن. نعم. ما رأيك برسمتي؟ واو جميلة. وهذه رسمتي. حقا رائع، كل أحد يرسم رسمات رائعة إلا أنا. انظروا إلى هذا الرسم. هذا حقا مضحك. لقد سكبت الألوان على الأرض، يا لك من فتاة غبية. هاي هذه وقاحة. نعم إنك وقحة كثيرا. ما شأنكم أنتم؟ إنها رسمة قبيحة، لماذا تشجعوها؟ إنها موهبة تستحق الدفن، إنها أصلا ليست موهبة. لست
ماذا؟ لا تسمعي كلامها يا تشيلسي، تعزى. أنت مفصولة من العمل. المديرة؟ نعم، وأنت مفصولة. اخرجي الآن، هيا. كل هذا بسببك أيتها الطفلة الحمقاء. لا تزعلي يا تشيلسي، أنا تستحق ذلك. واو، ما رسمت تلك الرسمة؟ أنا. إنها حقا جميلة، كيف رسمتيها؟ شكرا. لا تهتمي بكلام الآخرين، رسمتك حقا رائعة. أي رسمة هذا؟ أين ذهب الكلب؟ أعطيني. لماذا تضربين الكلب؟ إنه لا يلعب جيدا. هذا ليس علي أن تفعل هذا به. إنه فقط حيوان مسكين. مسكين؟ سوف أخبر أمي عليكم. على أساس أننا نخاف من أمها يعني. أيتها المديرة، يمكنك أن تعطيني الهاتف لو سمحتي؟ أرجوك. لا، ما تريدي؟ أريد أن أكلم أمي. ماما، انظري ماذا فعلت بي هذه المعلمة الغبية. ماذا؟ عزيزتي توقفي، إنني في منتصف التسوق الآن. أو نعم أريد ذلك وأيضا ذلك. ماذا؟ نعم. أنت من ضرب الكلب. ها، لماذا لا أحصل على كل ما أريد؟ لقد كبرت الآن، لا تبكي لكي تحصلي على ما تريدين. والآن وداعا، إنني مشغولة. أوه يا إلهي، يا لك من عملة غبية. قلت لك أنني أريد الفستان الوردي. عن أي معلمة كنت تتكلمين؟ عن معلمة بوبي. ماذا؟ ولكنها أفضل معلمة لدينا. إنها حقا سيئة، لقد صرخت علي. بالتأكيد هناك سبب يفسر غضبها عليك. إنها لن تصرخ عليك بلا سبب. لقد صرخت علي وبلا سبب أيضا. سوف أنسحب من هذا البرنامج الغبي. الآن سوف أتصل بها لكي أستدعيها في المكتب. مرحبا بوبي، هل يمكنك أن تأتينا إلى المكتب؟ ما الأمر؟ إن المديرة تريدني، سوف أذهب وسوف أعود. مرحبا، هل حقا وبخت الفتاة بلا سبب؟ أي فتاة؟ باتريشا. أنا لم كان قصدي أن أضربها، ولكن هي ضربت الكلب. ضربت الكلب يا باتريشا؟ كاذبة، لم أضرب أي كلب ولم أمسكه حتى. لا تكذبي يا باتريشا، رأيتك وأنت تضربين الكلب. حسنا، أجيبوا البنات الذين كانوا في الصف. حسنا، سوف أذهب لكي أناديهم. هاي أيها الأغبياء، تعالوا. ها هم أتوا الفشلة. لماذا لم أتصل على أبي؟ كان سوف يأتي هنا وسوف كان يشتكي عليها. هل يمكنني أن أتصل على أبي؟ دعينا نتفاهم أولا. لقد رأيتها وهي ترفز الكلب بحذائها. أنا لقد رأيتها وهي تركض خلف القطة، وأيضا لقد رفست الكلب ولقد ضربته، وكانت تسب الكلب أيضا. حقا يا باتريشا؟ ها نعم، لكن لا مشكلة، سوف أخرج من هذا البرنامج وأبي سوف يشاركني في برنامج آخر. أيها الفاشلة، يا لها من فتاة مغرورة ومشاكسة. يمكنك الذهاب إلى صفك. حسنا، لا أصدق أنني سوف أضرب بسبب. ما هذا؟ لقد تبللت. ما هذا؟ كلير؟ أنني مبللة، ساعدوني سوف أتوفى. هاي فاي. كلير، انزلي للمكتب الآن. نعم، عاقبيها. أنت مطرودة، لماذا ما زلت هنا؟ كنت أخذ أغراضي. حسنا، اذهبي. كلير، لماذا سكبت الماء عليها؟ لا، لقد قالت لصديقتي أنها رسمتها بها. نعم، لكن هذا لا يعني أنك تفعلين هذا بها. لا تعيديها يا كلير. حسنا. ما هذا النادي المجنون؟ لقد انتهت الحصة، الآن عليكم جمباز. ياي. أما أنا علي حصة غناء أم موسيقى يعني. أما أنا أيضا لدي جمباز. لا 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 لا. ما هذا؟ ماذا، ليس جيد؟ تريدين المزيد؟ لا جيد، وأيضا لا أريد المزيد. حسنا، مرحبا تشيلسي وستيسي. أوكي، معكم أيضا. نعم، صديقتي تريسا. مرحبا. أو تريسا. وديزي في نادي الموسيقى. هاي ديزي. مرحبا. أنت نيكي صديقة باربي؟ نعم، لقد جلبوني بدال المعلمة القديمة. رائع. ولم أخبركم أنني تعمل هنا أيضا في نادي كرة القدم. هيا جامبينج جاكس جميعا. واحد اثنان، واحد اثنان. إنه نادي كرة القدم. واحد، ماذا؟ لا يهم. واحد اثنان. كلير وتشيلسي، يا لها من مفاجأة جميلة. وستيفاني معكم؟ مرحبا يا رفاق. شمسة. هاي ستيفاني. آسفة لقد أخفتك.
لا 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 لا. من هذه الطفلة؟ أنا سكارلت، ليس لديكم أي نودلز؟ لا يا فتاة، اذهبي الآن. وقاحة. كلب! سكيبر وديزي؟ باي. نيكي! هذا بيكي، وينزي؟ أحط في أمكي، أقصد لا شيء. مرحبا لينزي. قول لينزي مرحبا. أهلا سكارلت. ويجب علي العودة. هاي، أين كنت؟ أنا كنت في الحمام. كاذبة، بالتو كانت في نادي الرسم. كيف عرفتي؟ أقصد لا، كنت في الحمام، إنها تكذب. حسنا، لا مشكلة. أتريدين مساعدة يا ستيسي؟ أوه لا، أنني خبيرة في هذا الشيء. واو، حسنا ستيسي، أرينا ما لديك. أوه نعم، أوه نعم، حسنا. هذا وأنت خبيرة، إذا كنت مبتدئة ماذا سوف تكونين فعلتي؟ لا مشكلة، إذا أخطأت يمكنني أن أعيدها. سيسي سيسي، نفس عميق، فعلتها. دوري دوري. تشيلسي تشيلسي تشيلسي. واو واو، إنها شغلة مزدوجة. دوري. لا مشكلة، يمكنك الإعادة. حسنا. واو، دوري دوري. تشجع يا كريان. واو، جميلة كريان. تابعونا في الجزء الثاني لكي تعرفون ماذا حصل. مع السلامة.